الاتحاد ينجح ويستمر إذا كان الاقتصاد مش مترابط ومتكامل. نحن نتكلم على الاتحاد الأوروبي، نشأ بالسوق الأوروبي، كانوا ثلاث دول وبناوا اتحاد فيه 27 دولة، وزادوا انضموا لهم أخرين وقدروا يديروا اون سول موني، وقدروا يديروا أشياء اللي ما كانتش مامبا في ذهن الناس اللي بداوا الاتحاد السوق الأوروبية في 53. فإحنا إذا كان نحب نبني مجتمع عربي متكامل لازم يكون اقتصادنا متكامل، لازم يكون قيمة التبادل بين هذه الدول مرتفعة حتى يولي أنا نخاف عليك وأنت تخاف عليا. فعلى هذا الأساس في هذا الرهن اللي راك تعرفي باللي كاين تهديد للأمن الغذائي، لما تكون حرب ربما تعني العالم، وإحنا نحتاج للغير حتى في الحد الأدنى. لما نعرف أنه مثلا المجاعة تهدد في الصومال، الصومال هو جزء منا، هو عضو منا، لما يكون يدك توجع فيك ما تقدريش تتكفلي بحاجة أخرى. إذن فمهم جدا أننا نعطي جانب لتقوية التبادل الاقتصادي، التكامل الاقتصادي اللي عندي أنا، ما نمدوش للغير نمدو ليك، واللي عندك أنت تمده لي، نبني تكامل. التكامل يجعل ارتباط بين الشعوب، لأني نولي أنا في داري ما نحبش يوقع شيء مش مليح ليك لأني احنا نخسر. فمهم جدا وخاصة في الظرف الراهن.